تعهدت أوكرانيا باستئناف صادرات القمح للدول العربية والإفريقية في إطار اتفاقية اسطنبول الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا. المبعوث الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ماكسيم صبح وفي كلمة ألقاها في اجتماع لجامعة الدول العربية عبر تقنيتها التحضر المرئي أبدى استعداد بلاده لمواصلة توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية والعربية. كلكم تعلمون أنه بفضل المفاوضات المضنية والوساطة الفعالة لبعض شركائنا قد بدأ مؤخرا التنفيذ العملي لخطة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الزراعية من موانئنا الواقعة على البحر الأسود نحو شركائنا وزبائننا في الشرق الأوسط وإفريقيا. فإننا في أوكرانيا مستعدون لمواصلة توريد الحبوب إلى الأسواق العالمية والعربية بكل حزم وجدية.